السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، عرفنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من قصه يوسف عليه الصلاه والسلام، وخلى دايما قصه يوسف قدام عينيه، يقعد مع الصحابه رضوان الله عليهم يذكرهم بمواقف يوسف عليه الصلاه والسلام. ولما فتح مكه ازاي النبي قدر يستفيد من قصه يوسف في عفوه عن اخوته، انه يقول لاهل مكه اللي ظلموه واذوه: لا تثريب عليكم اليوم. كلمه يوسف عليه الصلاه والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وقد ايه السيده عائشه رضي الله عنها لما ابتليت في حادثه الافك قدرت ان هي تستفيد من حياه سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام، البلاء الشديد اللي وقع فيه يعقوب، وكانت بتقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كلمه يعقوب عليه الصلاه والسلام. احنا ليه عايزين نتكلم عن قصه يوسف عليه الصلاه والسلام؟ ليه شخصيه يوسف عليه الصلاه والسلام بالذات؟ شخصيه يوسف عليه الصلاه والسلام تعتبر من الشخصيات الكامله لينا في القران. شخصية ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليها في كل جوانبها، سواء في عبادتها، سواء في أخلاقها، سواء في دعوتها أو في علمها. ودول الأصول الأربعة المهمة جدا اللي لازم تكون واضحة عند كل إنسان فينا. أنا مسلم، إذا أنا علاقتي مع ربنا كويسة، أنا علاقتي مع الناس كويسة، أنا إنسان بهتم قوي بالعلوم الشرعية، أنا إنسان حريص على هداية الناس وحريص إن أنا أخد بإيد الناس لربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الأربع أصول دول من حياة سيدنا يوسف، علشان بكده نكون أنهينا المقدمة لهذه السلسلة اللي هي خدت منها تقريبا 3 حلقات. أول حاجة، علاقة سيدنا يوسف بربنا سبحانه وتعالى. العجيب أنه أنا بقرأ سيدنا يوسف علشان أحضر المادة العلمية للسلسلة دي، قرأت الصورة حوالي قرابة 86 مرة. في 86 مرة كنت في كل مرة أقف على معنى جديد يفيدنا أوي في القصة. أول حاجة، ارتباط يوسف بربنا سبحانه وتعالى. قرأت كتير جدا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان في كل موقف من المواقف يوضح لنا هو قد ايه قلبه كان مليان حب ربنا سبحانه وتعالى، وقد ايه علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى كانت علاقة قوية جدا جدا جدا. تعالوا اول موقف، لما امرأة العزيز راودته عن نفسه قال لها حاجة مهمة جدا، قال لها: معاذ الله. اول حاجة اتكلم بيها قال معاذ الله، افتكر ربنا وافتقر مراقبة الله سبحانه وتعالى له. معاذ الله، إنه ربي، تاني مرة أحسن مثواي، على قول من قال أهل التفسير المقصود بربي هنا هو الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ياما أحسن ليا، ياما أحسن ليا فجعلني من نسل الأنبياء والمرسلين، ياما أحسن ليا لما أخرجني من البئر. معقول أنا أعصي ربنا؟ معقول ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاني هذا الجسد نعمة منه سبحانه أنا أسخره في معصية ربنا سبحانه وتعالى؟ لما دخل السجن وصاحبي السجن بدأوا يكلموه عن الرؤى اللي شافوها، أول حاجة اتكلم بيها فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه، قال لهم: ذلكما مما علمني ربي. ده تعليم ربنا ليا، تأويل الأحلام وتأويل الرؤى ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا، وده تعليم ربنا سبحانه وتعالى ليا. مش كده وبس، لما ربنا سبحانه وتعالى أكرم يوسف عليه الصلاة والسلام ودخل عليه إخوته بيقولوا له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، قد من الله علينا. هو يوسف في كل موقف من واقف حياته بيفتكر ربنا، في كل موقف من واقف حياته بيفتكر ربنا. يوسف عليه الصلاة والسلام هو اللي قال: إن ربي لطيف لما يشاء. يوسف هو اللي قال لإخواته: يغفر الله لكم، يعرف الله بصفة المغفرة. يوسف عليه الصلاة والسلام اللي كان في كل مكان بيكون موجود فيه بيدعو الناس إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن فقال لصاحب السجن: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما ينفعش تعبدوا حد غير ربنا سبحانه وتعالى. وقال لهم أيضا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سبحان الله، كل ما يكون في مكان دايما بيذكرهم بربنا سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام مش كان بيميزه العقائد وارتباطه بربنا وبس، يوسف عليه الصلاة والسلام برضه كان عنده ارتباط شديد جدا كجزء من أجزاء العقيدة، ارتباطه بربنا، ارتباطه بالرسل الأنبياء والمرسلين. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عقدته ما شاء الله في الأنبياء والمرسلين: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
كان عنده إيمان باليوم الآخر، عقيدة صحيحة سليمة. كان يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده إيمان بالقضاء والقدر، فكان يقول: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. دي كلها من الحاجات اللي توضح لنا شخصية سيدنا يعقوب. فالعقائد كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الجزء الثاني من الحاجات اللي كانت بتميز جدا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الجانب الخلقي، عشرات الأخلاق اللي كانت بتميز سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، والنبي يذكرها لنا. على رأس هذه الأخلاق العفة، وده أول خلق ربنا سبحانه وتعالى أثنى به على يوسف عليه الصلاة والسلام، خلق العفة، إنه كان إنسان عفيف، عمره أبدا ما فكر في الحرام، بل لما في يوم من الأيام عرض عليه الحرام سابه وجره: هيت لك، قال معاذ الله. وربنا يقول لنا: واستبق الباب. ولما المرأة امرأة العزيز جمعت نسوة المدينة في قلب القصر وراودنا يوسف عن نفسه، ساعتها قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب، لأني بحب العفة أنا مستحمل، أستحمل أخش السجن، بس ما فيش لحظة في يوم من الأيام أخون فيها ربي سبحانه وتعالى. 2، سيدنا يوسف كان عنده حلم غير طبيعي، كان بيقدر يعمل فعلا كنترول على نفسه قوي، ما كانش بيغضب حتى لو في يوم من الأيام حد أذاه أو غلط في حقه. إخواته لما دخلوا عليه وقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، حتى الغل بعد سنوات طويلة 40 سنة ما زال الغل يملأ قلب إخوة يوسف. دخلوا عليه بيقولوا له: إذا كان بنيامين سرق فهو عشان له أخ زمان سرق، أخو يوسف، يبقى أخوه يوسف زمان برضه سرق. ربنا بيقول لنا: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قدر يكظم الغيظ، خلق من الأخلاق، خلق الحلم اللي هنتعرف عليه. 3، خلق الكرم. قال الله عز وجل في شأن يوسف: وأنا خير المنزلين. أنا أفضل واحد لما ينزل علي حد من باب الضيافة إن أنا أكرمه. الأمانة: ألا ترون أني أوفي الكيل؟ الشفقة والرحمة بالناس. لو في يوم من الأيام شفنا في يوم إنسان عاصي، بنبص له بالنظرة إن أنا فوق أوي وهو تحت خالص. لو في يوم من الأيام شفت إنسان عاصي، بتعامل معاه إن أنا أحسن منه كتير جدا. قلبي مفيش فيه شفقة أصلا للإنسان العاصي ده. سيدنا يوسف لما دخل السجن، لما حب يدعو الناس ناداهم بنداء كله شفقة وكله رحمة، قال لهم: يا صاحبي السجن. كل شفقة وكل رحمة في قلب سيدنا يوسف تجاه هؤلاء. العفو خلق من أعظم الأخلاق اللي تميز بها يوسف عليه الصلاة والسلام. لما عفى عن امرأة العزيز، ولما عفى عن إخوته لما قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلق الستر، الناس طبيعتها إن هي لو شافت من حد في يوم من الأيام غلطة بتحب أوي إن هي تنشر الغلطة دي. أنا في يوم من الأيام حسيت أو شفت ليك زلة من الزلات أو غلطة من الغلطات، ببقى فرحان جدا إن أنا وقفت على الزلة دي. معرفتوش ده فلان عمل، ده فلان سوى، معرفتوش ده فلانة كانت أصل أنا شفت. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده خلق جميل اسمه خلق الستر، حتى مع الناس اللي ظلموه. المرأة امرأة العزيز اللي ظلمته وسجنته، لما جاي يتكلم عنها قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ما قالش اسأل امرأة العزيز واللي عملته، عشان دي إهانة، هو عايز يستر مش عايز يفتح. كذلك أيضا من أهم الأخلاق اللي كان بيتميز بها يوسف عليه الصلاة والسلام خلق الإخلاص، إن كل ده كان بيعمله ربنا سبحانه وتعالى، لا هو عايز من خلاله ملك، ولا عايز من خلاله سلطة، ولا عايز من خلاله كرسي، كان بيعمل كل ده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الرحمة اللي كانت موجودة في حياة سيدنا يوسف، وده اللي عبر عنه صاحبي السجن لما قالوا له: نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. سيدنا الضحاك والسدي وقتادة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كانوا بيقولوا إن نراك من المحسنين، كانوا شايفين ده أصلا في حياة سيدنا يوسف. لو كان في السجن حد مريض، على طول بسرعة أول واحد يقعد جنبه يداوي جراحه ويداوي الأزمة اللي بيمر بيها كان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. إن نراك من المحسنين، لو كان حد في يوم من الأيام حزين، أول حد يقعد جنبه ويطبطب على صدره وياخد بإيدين ربنا سبحانه وتعالى كان سيدنا يوسف. ولو حد في يوم من الأيام كان مصاب بمشكلة من المشكلات، أول حد بيفكر يحلول المشكلة دي كان يوسف. شافوا أخلاقه مع الناس، شافوا رحمته، فقالوا له: إن نراك من المحسنين. ثالث سمة من السمات اللي كانت بتميز سيدنا يوسف بعد العقائد الصحيحة السليمة، بعد علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وبعد الأخلاق اللي كانت بتربط بينه وبين الناس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علمه، العلم. ودي حاجة من اللي ربنا بيرفع بيها الناس قوي.
قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى أعطاه علوم كتير جدا، ما شاء الله، فن التخطيط الاستراتيجي كان أستاذ فيه، الإدارة الاستراتيجية أستاذ فيه. في فرق كبير بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية. التخطيط الاستراتيجي إن أنا أرسم لكم خطة أنتوا هتعملوا إيه الفترة اللي جاية، إنما الإدارة الاستراتيجية أعلى منها، إن أنا بعد ما رسمت لكم الخطة أنا بنفسي هكون معاكم في تنفيذ الخطة. وده كان أمر من الأمور، علم جديد من العلوم اللي موجودة الآن في علم الإدارة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل رهيب جدا في مسألة الإدارة الاستراتيجية، في حل الأزمة وضع خطة عمل على وفق رؤية دامت الرؤية دي 15 سنة، 7 سنين الخير فيهم عظيم، 7 سنين عجاف، وإزاي السنة الأخيرة زيادة من عند سيدنا يوسف ادالهم إدارة لسنة فوق ال 14 سنة اللي الملك شافهم، فعمل لهم خطة استراتيجية لمدة 15 سنة على وفق رؤية سليمة صحيحة 100%. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده علم أيضا بالإدارة وبالملك وبالسياسة الشرعية. شفنا هو قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أكرمه إنه من خلال مصر قدر يحل مجاعة أهل مصر، ويحل كمان المشكلات البلاد اللي حوالين أهل مصر. بلاد الشام لما أصابتهم المجاعة كانوا بيجوا لمصر، وده اللي بينقصنا الآن في مصر، إدارة استراتيجية صحيحة سليمة تاخد بإيدين الناس عشان تحل مشاكلهم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى اداله قوة البيان، اداله قوة البيان، انه لما بيتكلم كان انسان فصيح جدا، وده نوع من انواع العلم اللي ربنا اداه لسيدنا يوسف. بمجرد ما وقف قدام الملك قال الله سبحانه وتعالى: فلما كلمه، بمجرد ما سمع الملك كلام يوسف وحسن المنطق اللي كان يوسف بيتكلم بيه، الملك قال له: انك اليوم لدينا مكين امين. انت النهارده خلاص تعال امسك وزارة المالية في مصر. بمجرد ما كلمه، قوة البيان. قوة الذاكرة نوع من أنواع العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكان بيدل على كده: فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. 40 سنة بس الذاكرة كانت عنده فولاذ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسن التدبير علم من العلوم المهمة جدا اللي ربنا اداها لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فما حصدتم فذروه في سنبله. سبحان الله، قال لهم عنده، كان عنده علم بالمحاصيل الزراعية ازاي نحافظ عليها. هو اول واحد عمل الغلال العظيمة اللي تحفظ فيها الغلال، الصوامع الكبيرة اللي بتحفظ فيها الغلال، ده كان كله من علم يوسف عليه الصلاة والسلام، فضلا عن علمه بالله، فضلا عن علمه بالعقائد، فضلا طبعا عن علم تأويل الرؤى. واحنا نقف مع الرؤى في حلقتين تقريبا، لان القصة من اولها لاخرها مليانة رؤى، رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، ورؤيتين لصاحبي السجن، ورؤية الملك. فربنا عايز يدينا إشارة من خلال الرؤى اللي في الصورة. كان عنده علم تأويل الرؤى. قال الله تبارك وتعالى في شأن يوسف: ذلكما مما علمني ربي. وأول رؤية، ورؤية بالفعل بالضبط اللي تأويلها اللي أولها يوسف، هو ده اللي وقع ما شاء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام كان من الجوانب اللي ميزته كجانب شخصية علمية الثقة بالنفس، اجعلني على خزائن الأرض. مش كده وبس، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان ما شاء الله من الأمور اللي ميزته جدا، وده الأمر الرابع، هو دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مسلم إذا أنت داعية، كلمة دايما بقولها لكل الناس في الدروس، أنت مسلم إذا أنت داعية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا في يوسف عليه الصلاة والسلام دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ولينا وقفة كبيرة جدا معاها. دعا إلى الله سبحانه وتعالى في السجن، عفوا في القصر، وهو مع امرأة العزيز لما قال لها: معاذ الله، انه ربي احسن مسواي، انه لا يفلح الظالمون. ازاي نعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ وبيقول لها، بينصحها، بيذكرها بالله، ازاي نعصي ربنا ولو عملنا كده؟ ربنا لا يفلح ابدا الانسان اللي بيعمل كده. فهو بيعظ المراه. لما دخل السجن دعا الى الله سبحانه وتعالى، ولما دخل عليه اخوته قال: انا يوسف وهذا اخي، قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. بيدعو اخوته. ده سيدنا يوسف كان عنده حاجه اسمها الدعوه الميدانيه، حيثما كان يوسف كانت الدعوة. علشان كده أقول لكم قصة سيدنا يوسف مليانة مليانة أخلاق، ومليانة عبادات، ومليانة طاعات، ومليانة أمور دعوية، ومليانة أمور علمية. هنقف معهم إن شاء الله بإذن الله واحدة واحدة، علشان أقول لكم خلونا نكون إنسان جديد خلال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا
وتركنا يوسف عند متاعنا